السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. قرارات هامة وعاجلة لوزير التعليم اليوم للصفي الأول والثاني الثانوي. متابعينا لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. أهم القرارات التي جاءت اليوم من وزير التعليم: إلغاء البابل شيت والإجابة في نفس ورقة الأسئلة، المواد التي لا تضاف للمجموع في المدارس بعد امتحان مايو. التعليم تعلن عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021، وجاءت الضوابط كالتالي: تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر إبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي. تعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة نفس ورقة الأسئلة وليس بابل شيت، ويزود كل طالب ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي. الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقده في نهاية شهر إبريل بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد. ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب. الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة اجتياز، بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول. في حال ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية ضعيف في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء الامتحان الدور الثاني. امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها، وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا. أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.